تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للفنان المصري سيد صادق الذي قد سبق له منذ عدة سنوات اعتزال الفن، ويظهر في الصور وهو جالس ضمن متجره المعروف لبيع قطع غيار السيارات ضمن منطقة وسط البلد، ويمارس عمله السابق الذي كان يمتهنه قبل دخول الوسط الفني. وقد انتشرت العديد من الأنباء عن أنه بحاجة إلى المال ويعاني من الفقر وضيق الحال، وهذه الصور جاءت كرد على هذا الطرح. في هذا الصدد كان قد سبق للنجم القول في لقاء على إحدى القنوات الفضائية بأن ابتعاده عن الساحة الفنية كان نتيجة لتوالي الأجيال، ونوه إلى ضرورة أن يتيح الفنان القديم الفرصة للفنان الصاعد، حيث عمل هو في هذا المجال لمدة 50 عاماً، وهذا ينبع عن محبته لهذه المهنة وليس من أجل مردودها المالي، كما إنه لعب الكثير من الأدوار الثانوية واشتهر من خلال الأدوار الشريرة والشخصيات الخارجة عن القانون، وقال بأن هذا يرجع إلى اختيار المخرجين له للعب هكذا أدوار نتيجة لشكله وقوامه الجسدي. كما كشف عن أن المشكلة التي واجهته في الفترة الأخيرة هي قلة الأعمال الفنية التي عرضت عليه، بالرغم من عمله الطويل في هذا الميدان الذي يفترض أن يزيد من قيمة ومقام الفنان. وقد ذكر بأنه يعاني من مرض العصب السابع الذي لا يخفى عن الناس، وبأنه لا يسبب له أي إحراج، وذكر بأن الفنان عادل إمام قال له أثناء تصوير فيلم التجربة الدنماركية بألا يكترث بالمرض لأنه أعطاه كاركتر جميل خاص به. والجدير ذكره أنه قال سابقا أن مرضه كان بسبب صفعة قوية تعرض لها خلال تصوير فيلم خلي بالك من عقلك، حيث كان له مشهد مع الفنانة شريهان والتي صفعته بقوة في ذلك المشهد الذي تكرر تصويره 3 مرات، وقال أن دورها كان يتطلب منها الحدية وهي دائما ما تعيش الدور بشكل كامل. وبالنسبة لتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يتعرض لفقر مدقع ويحتاج إلى المال وخصوصا بسبب مرضه، فقد نفى نجمنا كل هذه الأنباء وقال أنه يعيش بسعادة وسلام ولم يشتكي إلى أي أحد وأن حاله ميسورة، وأكد بأنه يستطيع المشي ولم يطلب شيئا من أي شخص، وأن هذه الإشاعات المنتشرة على صفحات الإنترنت تسبب الأذى لأولاده وأحفاده. اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولاً بأول.